حضراتكم مرة تانية والبيت الكبير. النهاردة في فقرتنا الحوارية معانا واحد من من النجوم الكبار في حراسة المرمى في مصر، خبير من خبراء صناعة الحراس، خرج من تحت إيده أجيال وأجيال من الحراس في تاريخ مصر والنادي الأهلي اللي دفعوا كتير عن عرين القلعة الحمراء ومنتخب الفراعنة. مدرب حراس بدرجة قدير، شاعر بدرجة بارع جدا وصوته حلو قوي، بيختار الكلمات بعناية وإبداع مثلما كان يتصيد الكرات بين القائمين والعرض. معانا ومعاكم النهاردة الكابتن الكبير قوي، كابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ومدرب حراس سموحة دلوقتي. أهلا بيك يا كابتن ومنورنا، نور بيتك الكبير. أولا سعيد إن أنا جيت النهاردة، أنا جاي من اسكندرية طبعا. أكيد على السلامة يا كابتن، وسعيد إن أنا جاي أشوفك حبيبي. وحشني واحد. طبعا. وسهام طبعا، ربنا يخليك كابتن، وبقول لك كل سنة وأنت طيب على عيد جوازك أنت وأهلك. ربنا يخليك. أخويا وأختي حبيبي يا كابتن، وعمر سعيد ومدير وسعاده وكل حاجه حلوه حبيبي. ان انت منورنا يا كابتن، وزي ما بتقول يعني انا سعدت جدا 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 ان انا اشتغلت مع حضرتك، وهنتكلم على كل حاجه. هنتكلم على طبعا المنتخب وحراس المرمى، وطبعا سهام بتقول انك كمان شاعر، وانا عارف ان شاعر، وياما سمعتني بنقعد بالليل قاري. لا في ثلاث دواوين بنقعد بالليل بعد العشاء كده، يسمعني حاجات ما شاء الله، يعني حاجات جميله يعني. منور يا كابتن بيتك، منور البيت الكبير، بيتك النادي الاهلي. طبعا سعيد جدا جدا جدا، وسعيد بشكل الاستوديو، لان طبعا انا جيت في قبل كده طبعا كده كتير، وكاني رايح النادي، كاني رايح اتمرن او ادرب او اي حاجه، حاسس بالاحساس ده يعني. لا منورنا يا كابتن، منورنا بجد. وتحب بقى تبدا منين؟ انت اللي هتبدا. طيب ماشي، نبدا الاول بتقرير. نبدا صح، نروح تقرير ونرجع مع الكابتن احمد نجم. المصريين والأجانب خلال رحلته التدريبية سواء مع الفريق الكروي الأولي بالنادي الأهلي أو منتخب مصر، إنه عملاق صناعة الحراس المميزين وحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد ناجي. خلال مشواره كحارس مرمى لم يعرف أحمد ناجي الاستقرار كثيرا، حيث تواجد بالأهلي في حقبة ضمت الكثير من الحراس العمالقة في القلعة الحمراء مثل ثابت البطل وإكرامي، ولكنه شق طريقه ليكون الحارس الأساسي قبل أن يقرر الرحيل إلى الترسانة ومنه إلى منتخب السويس. وخلال مشواره مع الكرة لاعبا فاز مع الأهلي بلقب الدولي 3 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة الإفريقية مرتين، كما ساهم في فوز الترسانة بكأس مصر عام 1982، ولعب نهائي كأس مصر مع السويس أمام المقاولون العرب عام 1989 قبل أن يضع حدا لمشواره الكروي عقب هذه البطولة مباشرة ويقرر الاعتزال. وعقب الاعتزال اتجه أحمد ناجي للعمل في التدريب، ونجح في معانقة المجدي من جديد بحصد عدد كبير من الألقاب، ففاز مع الأهلي مدربا لحراس المرمى بلقب الدوري الممتاز 4 مرات ومثلها في كأس مصر، و3 مرات للقب السوبر المصري، و3 بطولات إفريقية، و3 بطولات في كأس السوبر الإفريقي، كما شارك مع الفريق مرتين في كأس العالم للأندية باليابان، وكان حاضرا على إنجاز برونزية العالم. وبعد الرحلة الطويلة مع الأهلي والتي عانق خلالها أعظم الإنجازات رفقة الجهاز الفني البرتغالي الساحر مانويل جوزي، انتقل معه للتدريب في إيران في فريق ريسبوليس الإيراني، قبل أن يبدأ مشوارا جديدا مهما مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، حيث تواجد ضمن الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي تمكن من الوصول لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ونهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، كما عمل مع النافير أجيري قبل أن يرحل الأخير سريعا بعد الخروج المبكر من نهائيات أمم إفريقيا 2019. وبعد نحو 8 سنوات من الابتعاد عن تدريب الأندية،
عاد المخضرم صاحب 67 ربيعة ليبدأ رحلة جديدة من رحلات صناعة النجوم بين القائمين والعارضة. رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير احمد ناجي. التقرير يعني غلط في 6 سنين، معلش يا كابتن. يعني لا كابتن ناجي طبعا 61 سنه، التقرير 67، لكن يعني ما شاء الله شباب دايما. وكابتن ناجي كمان لو جبنا السيره ديت، كابتن ناجي ما شاء الله محافظ على نفسه جدا جدا. وتفتكر لما كنت دايما يعني ما شاء الله في التدريبات حراس المرمى بيبقى التصويب من زوايا مختلفه، بتعمل لهم الكروس بمستوى عالي جدا، وكان اجيري بيجي يقول لك كابتن ناجي محتاج مساعده ولا حاجه ولا حد من الاولاد. لا اجيري كان بيقول انا جاي اتعلم، انا جاي اتفرج، جاي اتعلم. اه والله. قبل ما نوصل لاجيري طبعا منورنا وبنرحب بيك، بنتكلم على البيت الكبير، بنتكلم على النادي الاهلي، وحضرتك من خلال التقرير بتقول لي والله هاني الواحد الحمد لله كان محظوظ انه موجود في الفتره دي في النادي الاهلي. هاني بص، انا اشتغلت 23 سنه في النادي، 10 سنين في قطاع الناشئين و13 موسم مع الفريق الاول، مع كل المدربين بقى اللي تعاقبوا في الفتره دي. طبعا اكثرهم كان مثلا مانويل جوزيه، بومفرير وديكسي وكابتن حسام البدري، كابتن فتحي مبروك، كل الناس طبعا المساعدين كلهم بقى، راضي ويوسف وضيه وكل الناس، كل الناس. فانا بعتبر ان النادي الاهلي ده يعني دايما اقول لحم كتافي انا من خير النادي. إذا كان ولادي كبروا وتربوا وقدرت يعني أوفر لهم حياة كريمة، فده بسبب إن أنا كنت محظوظ جدا إن أنا تواجدت فترة طويلة جدا في النادي الأهلي. النادي الأهلي ده يعني بيت كبير فيه كمية عطف وفيه كمية حنان وفيه كمية ود وفيه كمية رقي، في كمية احترام ومحبة بتفتقدها. يعني يمكن عايز اقول لك بدون مبالغة، يعني انا دلوقتي في فترة تانية مع نادي سموحة. طبعا انا بجد 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 بشكر الباشمهندس فرج عامر على الرقي في التعامل معايا ومع الاجهزة اللي انا برضو اشتغلت مع في جهازين مع كابتن حمادة صدقي ودلوقتي مع كابتن احمد سامي. فعلا شخص يعني مهم بقى في حياتي، لانه فعلا شخص راقي جدا جدا جدا، داعم وفاهم وحاجات كتير جدا، منعكس على النتائج. وهنيجي لسموحه اكيد. يعني انا يعني انا بقول لك يعني النادي الاهلي في صفات كتير جدا بتفتقدها في اي مكان. هنتكلم عن التجربه الحاليه دي مع حضرتك ونادي سموحه، بس عايزين بقى نبدا كده تقييم، ونستغل طبعا وجود حضرتك معنا في الاول. تقييمك احنا طبعا يعني يحق لنا ان احنا نحتفل بالدوري وبالانجاز اللي احنا عاملينه اكيد في ظل ظروف صعبه عدت علينا كلنا، فلازم حضرتك تعلق لنا على الدوري ده وازاي شفت الاهلي عانى ازاي لحد ما توج باللقب ال 42 والمشوار ده. انا بختلف مع حضرتك تماما. يعني ليه؟ لان الدوري في النادي الاهلي ده حاجه عاديه جدا. طبيعيه. الدوري ده عادي. يعني بناخد الدوري 42 مره. والفرقه كلها واخداها 15 مره ولا 16 مره. فالدوري عندنا احنا بقينا فتره بنبص ان احنا ننافس في كاس العالم للانديه. حضرتك برونزيه كاس عالم. طبعا يعني خدنا برونزيه كاس العالم وكنا فرقه كبيره، يعني اسمها بقى موجود في كل المحافل الدوليه في كل مكان في العالم النادي الاهلي. لكن الدوري مع احترامي لحضرتك يعني الدوري محسوم اكيد، بس احنا بناخده عادي، واحنا كابتن خايبين ايدينا. كابتن ناجي، انت النهارده كان عليك لغط وشوشره في يعني في كل حته، حتى حضرتك على يمكن صفحتك الشخصيه بتطلع تتكلم وبتطلع توضح امور، فاكيد عارف ان النهارده انت بتعاني من ظروف خاصه جدا ولغط مختلف ولغط من نوع مختلف. يعني حتى اللقطه بتاعت وليد سليمان لما راح زار لعبد الشافي، الناس ترجمتها بطريقه، وحضرتك حتى كتبت ليك بوست يعني كتبته وترجمته بطريقه ثانيه خالص. فاللغط النهارده اللي بيحصل على النادي الاهلي لا مختلف، في حاجه جديده. هو المساله بقى صراع مش رياضي من الدرجة الأولى. لا
السوشيال ميديا بقت مؤثره جدا، وبقى عندنا احنا 120 مليون، في 100 مليون واحد ليه راي، 100 مليون راي، ولكن النادي الاهلي عمره ما تاثر بالمساله دي. النادي الاهلي ليه يعني طريقه في الشغل، وطبعا احنا عشنا، هاني عاش في النادي وانا عشت في النادي، كلنا كان جوم النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه طريقه بيشتغل بيها، الطريقه دي هي اللي منجحاه وعمره ما هيحيد عنها. لكن الشوشره اللي حاصله والكميه المناوشات والحاجات اللي بتحصل، النادي الاهلي بعيد تماما عن المساله دي، وعشان كده هو مركز، وعشان كده هو بياخد البطولات ايا كانت الظروف بقى. ايوه الناس عماله تتناحر بره ويتخانقوا بعض ويشدوا بعض، لكن النادي الاهلي في حته تانية، في لوائح طول عمرنا ماشيين عليها، في اسس، في روح النادي الاهلي، في مبادئ النادي الاهلي، هي دي اللي النادي الاهلي مميزاه عن كل الانديه. طبعا عندنا مشاكل، لكن عمرها ما تطلع بره اوضه مجلس الاداره او بره اوضه مدير الكوره. يعني احنا كلنا لنا مواقف تعلمنا منها. يعني يحضرني موقف مثلا، مره رحت للكابتن حسن اقول له على حاجه شخصيه، قال واحنا اصحاب يعني لعبنا مع بعض واصحاب زميلته، قال لي اوعى تطلع من اوضه مدير الكوره، الكلام ده تقوله لمدير الكوره ما تقولوليش انا. فالمبادئ دي اتعلمناها من واحنا صغيرين، من واحنا. بالرغم يا كابتن احمد ان يعني مع اختلاف العصور دلوقتي الموضوع ما بقاش بالسهوله ديت، عصر السوشيال ميديا زي ما انت عارف، وما بقاش بيبقى الموضوع صعب انه يتعرف بشكل او باخر، الامور اختلفت كتير جدا عن زمان، لكن دايما التحديات الجديده اللي حصلت ديت تحديات سوشيال ميديا وتحديات ظروف بنمر بيها. لكن زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي دايما في حته تانيه، والقرار لما بيطلع بتوقيت معين، والكيان ما بيتاثرش بده. لكن الفتره الاخيره كمان ان جماهير النادي الاهلي، انا بتكلم بكل امانه، بعض جماهير النادي الاهلي لا لازم نتعامل بنفس الاسلوب ولازم نرد ولازم نتكلم. فتقول ايه للناس اللي يعني هم اهلاويه وبيحبوا النادي، لكن من حبهم للنادي لا احنا لازم نعمل زيهم ولازم نشتم زيهم ولازم نزعق زيهم؟ لا 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 لا، النادي الاهلي عمره ما هينجرف الاسلوب ده. النادي الاهلي بيشتغل، يعني انا هقول لك برضو موقف. انا كنت شغال في ليبيا مع الكابتن انور سلام، والنادي الاهلي كلموني قالوا لي تعالى، وجيت عشان مانويل زيكر رجع في الولايه الثانيه او الثالثه مش عارف، ورجعت كان عندي مرتب حوالي 7000 دولار في ليبيا، سبته ورجعت. مبلغ كبير. وده من زمان يعني. يعني طويل. كمان رقم ده. فجيت فالنادي الاهلي عوضني عن الشهر ده. واكتشف ان اللي طلع الفلوس من جيبه الخاص او من حسابه الخاص مين؟ كابتن محمود الخطيب اللي هو كان نائب رئيس النادي او كان امين صندوق ساعتها مش فاكر. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، ان كل واحد بيضحي بالطريقه اللي يشوف بيها ازاي يخدم النادي. فعشان كده النادي الاهلي مختلف. يعني لما تقرا حاجات في السوشيال ميديا او تقرا حاجات الناس بتقولها او كده ما تصدقش اي حاجه. لا طبعا، الا اذا طلع بيان رسمي من جوه النادي ان احنا هنعمل كذا او هنسوي كذا او هنمشي فلان او هنجيب فلان او صحيح. ما تصدقش، لان انا لو قلت المعلومه اللي انا قلتها دلوقتي دي يمكن ما قلتهاش خالص قبل كده، ما حدش هيصدقني. يعني هو يدفع من جيبه ليه؟ فاهم؟ لكن هو ده النادي الاهلي، اي حد بيقدر يعمل اي حاجه صحيح. لمصلحه النادي يعملها. وياما مر برضه سهام على النادي الاهلي بعض الناس اللي كانت فعلا بتدفع فلوس كتيره قوي وبتعمل صفقات كبيره ولا اسمه جدا. ولا يقول اسمه ولا يقول اسمه ولا حتى احنا عارفينهم، احنا عارفينهم، لكن هو نفسه بيطلب ان اسم ما يتقالش. وبيتبني حاجات كتيره جدا باسماء الناس ديت، بعد كده بيتبني اسماء باسمائهم وبيتعرف، ولو اتعرف كمان في اسماء لغايه دلوقتي كابتن ناجي محدش. انا عارف، انا عارف شخصيات يعني احنا عارفين بس الناس ما تعرفش، ولكن حبهم للنادي اكتر من ان هو ده حب النادي، هو ده حب ان هو اسمه يتقال او يتشهر او لا لا لا. في عندنا ناس كتير كده، كتير بيحبوا الكيان للكيان. في حاجات كتيره قوي زي ما حضرتك قلت ما بتتقالش، بس في ظروف وفي توقيتات لازم الواحد يطلع ولازم الواحد يوضح ولازم الواحد يبين.
امتى يعني نقطة كده اثرها يا امني هاني، اللي احنا دايما بيضغط عليك ان انت لازم تطلع تعلق، لازم تطلع ترد، انتوا طالما ما ردتوش يبقى هم بيتكلموا صح، انت طالما ما عملتش يبقى هم، يعني بياخدوك في سكة بيحاولوا ان انت تنجرف فيها. بس طبعا كلها معروف غرضها ايه، ومعروف في النهاية الهدف منها ايه. طب ما هو طالما معروف غرضها ايه والهدف منها ايه واحنا فاهمين، يبقى احنا ماشيين صح. ما انت غصب عنك، ما انت بشر يا كابتن هاني. الكابتن مثلا الكابتن طلع رد على على بعض المهاترات امتى؟ بس بالقانون وبلاغات رسميه وبتوقيتات معينه بحيث ما تعملش شوشره على الفرقه، لان هو كان لعيب كوره وفاهم يعني ايه اللي ياثر على الفرقه وايه اللي ياثر الوقت ده مش مناسب ان يحصل لغط معين بشكل معين. فما يتقالش الكلام ده دلوقتي، نصبر ونهدى، وبعدين لما يجي وقت ان احنا عايزين ناخد حقنا بشكل شرعي وقانوني بيطلع ويقدم بلاغات للمسؤولين اللي هم في ايديهم. الطرق الشرعيه يا كابتن، الطرق الشرعيه. فمش كل حاجه تتقال تتصدق، ومش لا كل حاجه تتشاف برضه تتصدق. يعني انا شخصيا في حاجات بما اني انا عايش في المطبخ طول عمري وعايش في النادي طول عمري ببص على الخبر واضحك، لانه انا عارف ان ده يعني هاتش اي كلام هاتش يعني. اي كلام. طيب كابتن نخش في الكوره شويه وفي التقرير، في جمله استوقفتني انا شخصيا، بيقول يعني كابتن احمد ناجي من صناع حراس المرمى. يا ترى حراسة المرمى يعني بتقدر مدرب يقدر يصنع حارس مرمى؟ لا هقول لك حاجه، يعني اي فن او اي حاجه يعني فيها تميز موهبة. لازم الموهبه تبقى طبعا. نمره واحد طبعا، وبعدين تبني عليها بقى صفات بدنيه صفات نفسيه كاركتر، يعني كل الحاجات بتتبني بعد الموهبه. لكن ايوه صناعه كده ايه اللي بيتبنى بعد الموهبه؟ ايه اللي بيتبنى يعني بعد الموهبه؟ حاجات بقى كتير، يعني مثلا انت مثلا بتبقى زي الدكتور بتكشف عليه وتشخص الامراض وتبتدي تشتغل فيها اذا كان ده ولد موهوب. وعندنا امثله كتير في النادي طبعا اشتغلنا معاهم. فبتبتدي مثلا معدلات اللياقه، معدلات المشاكل الفنيه، الحاجات اللي هي، وبعدين انت في الاختيار في الاساس انت اذا كنت بتختار للنادي الاهلي فما بتختارش اي حد، يعني لازم شخصيه النادي الاهلي لا لازم، ولازم تبقى حد هيعرف ينافس، حد هيقدر على المنافسه. بس لكن طبعا الموهبه لازم تبقى هي التايتل. أنا كبير. طب كل مدرب يقدر يصنع ده؟ أي هو السؤال برضه علشان يكون واضح، ما اعتقدش كل مدرب عنده ملكة. زي ما بيقولوا ملكة دي. بس هو المدرب المدرب انا بالظبط زي ما دلوقتي حصل لغط على مين هو صاحب الفضل على الشناوي مثلا، تمام؟ فانا قلت مثل حلو قوي، قلت هي نخله كله بيهز فيها، كل المدربين اللي اشتغلوا معاه بيهزوا فيها، في واحد بيوقع بلحتين وفي واحد بيوقع صباطه وانت وشطارتك. يعني هو اتمرن مع خمس ست مدربين اكيد كلهم ليهم الفضل عليه، صحيح. من اول ابراهيم عبد العزيز، امام عبد العال، كابتن محمد يونس ليه فضل كبير عليه جدا، كابتن طارق سليمان ليه فضل كبير عليه جدا، يعني كل الناس اللي كابتن سيد السويركي ليه فضل عليه كبير جدا، كل دول مش تاريخ يعني كمان مش يعني لا ده هو ده بقى المهم دلوقتي. لا برضه حضرتك لا انا سيبك شككوا في الفضل اللي ليك بعد ربنا على الشناوي. لا هو انا بتكلم في المنطق، انا سيبني على جنب اللي انا جايبه النادي الاهلي عنده 14 سنه لا وكاس العالم وفي المراحل كاس العالم دي كاس العالم انا قعدت انا وكوبر 10 ايام نتخانق عشان انا مصمم عليه وكان في اراء تانية وياخدني يعشيني ونقعد نتكلم وحاجات، وبعدين بعد ماتش البرتغال خلاص خدنا القرار. قال لي خلاص ده ماتش البرتغال الودي اللي كان الودي الودي اللي هو بان فيه بقى اللي هو شخصيه وبيلعب كريستيانو رونالدو وعمل ماتش هاي. وبعدين هنلعب بقى اوروجواي كافاني وسواريز يعني حاجات محتاجه اعداد نفسي بشكل مختلف تماما. وبعد المباراه كان مهم جدا ان هو يثبت على الحاله النفسيه اللي هي ما بعد المباراه. يعني انا قلت له مثل عندنا الشيخ الشعراوي لما كان بيخطب خطبه حلوه ينزل كان ينزل يمسح الحمامات
عشان يكسر نفسه، ما كلمتوش في الكوره، ما يعلاش النفس بالظبط، ما يعلاش ما يعلاش. وهو انا بعتبره بما ان الكلام يعني تطرق للشناوي، انا بعتبره اهم لاعب في الكره المصريه في الوقت الحالي كمحترف. شغله على نفسه ازاي، بيقضي يومه كمحترف. طبعا عنده عيلته ربنا يخليها له، مراته واولاده وحماته وابوه وكل عيلته مساندينه مسانده بشكل قوي جدا. بيعرف ناس يعني ما بيخليهوش يبقى في حته تانية غير الشغل. ما فيش صحاب سوء، صحاب كلهم مفيدين، انا اعرفهم بالاسم يعني اللي حواليه ودي مهمه جدا للاعيب الكوره. لان في ناس بتخسر وظيفتها وبتخسر شغلها عشان الناس اللي حواليها. الناس اللي حواليها وفي امثله كتيره جدا طبعا. كابتن احمد، ما فيش شك انه محمد الشناوي عايش حياه احترافيه زي ما حضرتك بتتكلم، بس كلمني عن الشناوي وهو عنده 14 سنه وهو بالشورت، وهو لما كان بينزف دم. لا يعني بجد بجد هو الولد من بدايته وهو مبشر جدا جدا، وبيتمرن تحت كل الظروف. كنت شايف فيه ايه في الاول؟ لا شايف فيه كل حاجه يعني شايف فيه كل حاجه. وبعدين استلمه كابتن ابراهيم عبد العزيز، ده متخصص بقى في التكنيك والحاجات، يعني من الناس برضو اللي ليها فضل كبير جدا على محمد الشناوي. وتوسمنا فيه كلنا ان هو طبعا امكانيات جسمانيه مش طبيعيه، حاجه مواصفات عالميه يعني. بعد كده مشي مشوار معانا كتير ولعب درجه اولى قبل ما يمشي. لعب مع الكابتن انور سلامه، كان ماسك في الفتره دي، ولعب اكتر من مباراه يعني. بعد كده مشي، وانا متاكد انه كان ما لقيتش بقى كابتن ناجي في فتره ان محمد الشناوي ما بيلعبش، عشان كان يعني بعيد شويه، فراح اعاره، طلع الجيش شويه اعتقد. لا ده هو ما راحش اعاره، ده راح فري. راح فري كمان. ما قلقتش. وبعدين انا في المنتخب كنت باخده وهو في بتروجيت. لا انت ما قلقتش عليه ان ممكن جدا خروجه من النادي؟ لا شخصيته مش كده. دي بقى دي اللي عايز اوصله. شخصيته الشناوي فيها التشالنج ده، فيها التحدي، وفيها انه شايف نفسه بعدين يعني، ودي مهمة جدا ان انت تبقى شايف. ما بيبصش تحت. لا شايف نفسه بعدين هيعمل ايه عشان يروح للحتة دي. وهو ده الشناوي اللي مميزه ومخليه في الشكل ده. طبعا ما شاء الله. ومن بعد ما رجع كاس العالم فعلا ما شاء الله يعني كاس العالم علق كاس العالم بس تهاني. ده كاس افريقيا هنا الناس كلها انتقدت كل اللاعبين الشناوي وطارق حامد. بالظبط الشناوي وطارق حامد اللي كانوا جاهزه شويه وصلاح على فترات عشان ما ننساش. لكن طبعا ده مهم جدا انه النقطه اللي بتتكلم فيها والناس تعرفها، وكمان بعض اللعيبه تعرفها. ممكن جدا انك بتلعب كاس عالم وبتطلع مان اوف ذا ماتش في اول مباراه في كاس العالم، ممكن جدا شخصيات مختلفه تبقى دي بدايه النهايه بتاعتك. ايوه فالمحافظه على المستوى. ما انا عشان كده قلت لك الاتموسفير كله اللي حواليه ساعده. يعني انت بترجع ده الحياه اللي بره الملعب طبعا. كمان بره الملعب بره الملعب ده مهم جدا. ده اهم. بره الملعب ده مهم جدا. الحياه اللي انت عايشها، الجو اللي انت من خلاله بيتقال لك كلام بيخليك تورم ولا بيخليك تهدى ولا بيخليك تبقى فاهمني. هو لا هو عاقل جدا، وانا شايف ان هو لسه في حاجات هتبقى احسن. تألقه بقى في صناعه الالعاب محمد الشناوي برضو، يمكن صناعه الاهداف ده برضو يعني حاجه يعني نادره جدا لما نتكلم عن حراسه المرمى. مش لا مش المساله دي بتبقى حاجتين، بتبقى فنيه. يعني مثلا عنده معدلات القوه وصلت لمرحله كويسه جدا. صحيح. وزائد حاجه اسمها الدقه. انه يحط الكوره في المكان اللي هو عايزه. العلاقه بين جهازه العصبي والعضلي موجوده، مسافه بين اتخاذ القرار وتنفيذه موجوده، الرياكشن موجود. اللي هو يعني انا هاخد الكوره وهلعبها في المنطقه الفلانيه، ده قرار يعني مركب. صحيح. فهو يعني شاطر، يعني شاطر بجد. وانا بقول له كلمتين بعد كل ماتش او ابعت له رساله صوتيه، انا فخور بيك. بس حلو قوي ده رأي كابتن احمد ناجي في محمد الشناوي. الجمهور رأيه ايه في محمد الشناوي؟ هنشوف دلوقتي.
حارس ممتاز جدا وقدم المزيد، قدم اداء حلو قوي الماتشين اللي فاتوا، وهو سبب برده في بطوله الدوري اللي احنا كسبناها السنه دي. يكفي البنالتيات اللي صدها والكور الخطيره جدا اللي شالها من دخولها من مرمى النادي الاهلي ومحافظته على شبكه الاهلي. كابتن عظيم وقائد وبيدي ثقه يعني كبيره جدا جدا للعيبه. هو تعب وركز واتمرن وربنا كرمه لغايه ما وصل لحارس النادي الاهلي الاساسي. طبعا استمر في اللي انت فيه وانت رافع راسنا مره عن مره وربنا يحميك لمصر. لعيب مهم جدا وبيدي ثقه كبيره للعيبه ووجوده طبعا مهم في ارضيه الملعب وبيدي طاقه ايجابيه للعيبه طبعا وحماس كبير يعني. لما بيقف في الجون بتحس ان الفريق اللي قدامه يعني بيخاف منه. في رايي انا هو احسن حارس في افريقيا والدليل هو الوحيد ان الحارس المصري اللي خد جايزه احسن لاعب في كاس العالم. الشناوي عملاق مالوش بديل يعني. ان شاء الله هو كمان في افريقيا يثبت نفسه بقى في افريقيا. كابتن احمد منورنا في البيت الكبير وانت قلت والله يا اخي انا مبسوط قوي ان انا شفتك النهارده بقالي فتره. ربنا يخليك. ما قعدناش تسهرنا على حمام السباحه بالليل في المعسكر ان شاء الله قريب بقى لما ربنا يكرمنا في حاجه ونوصل مع بعض تاني ان شاء الله. كنا بنتكلم على بطوله الدوري، خلاص يعني بطوله النادي الاهلي معتاد عليها واخدينها 42 مره. بنتكلم دلوقتي على بطوله الكاس، عندنا مباراه بكره مهمه جدا. واضح جدا ان ممكن فايلر بكره يلعب بمصطفى شوبير، انت شايف ان ده وقت ان فعلا الشناوي يريح شويه؟ انا قلت يمكن قبل كده قلت يعني يريحه ثلاث مباريات ثلاث مباريات وممكن يديله يومين ثلاثه كده ياخد عياله ويروح مكان كده يعمل ريفريشنج يعني، وبعد كده يديله الماتشات اللي هي تجهزه قبل البطوله الافريقيه. مصطفى شوبير بقى ده حدوته، احكيها لنا بقى. انا معجب بالولد ده بشكل مش طبيعي لانه فعلا عنده كل الامكانيات بغض النظر عن احمد شوبير. انا دايما اقول احمد شوبير، احنا بنتكلم مصطفى شوبير، احمد شوبير اهم بالنسبه لي من احمد شوبير. مصطفى شوبير بالنسبه لي جون احسن من احمد شوبير. مصطفى في مصطفى كابتن احمد هيفرح بكده اكيد. لا لا ما اعرفش، ماليش دعوه يفرح ولا ما يفرح يعني، اكيد هيفرح بالكلام ده. شخصيه، شخصيه النادي الاهلي فعلا انا بتابعه من هو يعني، انا عندي صوره انا وهو قد البورس كده. لا حارس كبير وهيبقى كبير لانه الولد برضو خد انتقادات بلا ذنب. احنا متابعينه، انا بيتي لازق في النادي في مدينه نصر، فانا كنت طول الوقت كده اروح انزل اتفرج على التمرين لفرقه الشباب وكيف منه يعني، من تركيزه ومن تمرينه والمواصفات اللي انا بحبها في حارس المرمى موجوده فيه. طب ده يطمن الناس. لا لا طبعا ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه جدا ومستقبل النادي الاهلي هو. وكان بس وكان ده 20 سنه بس يعني. كابتن بس احمد يقول لك بكره ماتش الترسانه، بكره ماتش مهم، بكره ماتش كاس، ما ينفعش ان احنا نستهين بمباراه زي دي، بس في نفس الوقت انت عندك مصطفى لا يعني موهوب جدا برضه مش عايز انسى اتكلم عن علي لانه لو علي لطفي طبعا بس نقفل بس الجزئيه دي. الناس اللي بتتكلم علي كان عنده شويه بعيد عن التمرين يمكن صح. عشان كده مصطفى اللي هياخد الفرصه طبيعي. اكيد عشان برضو قال لك فين علي لطفي وما علي لطفي، بس انا بتكلم النهارده عن مصطفى شوبير نجم موهوب طبعا اكيد ومستقبل. لا مش نجم، لا لكن مش نجم، لا لا موهوب نجم. عنده مستقبل، عنده مستقبل بس بس مباراه بكره، مباراه الترسانه بكره مباراه مهمه جدا برضو. وفي بعض يقول لك طب ما كنا جربناه في مباريات الدوري احسن، نكمل ماتشات الدوري بيه احسن. هم اكيد طبعا كجهاز فني عندهم حاجه اسمها تحليل، محلل فني، محلل اكيد الاداء وعارف امكانيات نادي الترسانه كويس وعارف انه هي فرقه. وبعدين احمد مصطفى شوبير يلعب في اي ماتش، انا برايي انا الشخصي يقدر يلعب في اي ماتش. مصطفى يلعب في اي ماتش يقدر يقدر لانه انا بقول لك انا من معجبينه. انا فعلا من معجبينه، بحبه يعني بحب شغله وشخصيته، شخصيه النادي الاهلي. وده كان على مر العصور يا كابتن، حراس مرمى النادي الاهلي لما ترجع كده بالسنين اللي وراه، وحضرتك مريت بسنين طويله جدا، دايما دايما حراسه مرمى النادي الاهلي
متميزه جدا, متميزة جداً على مر العصور طبعاً أكيد. وعايزين نطمن وكلام حضرتك يطمن لجماهيرنا ان عندنا وفي ولد اسمه حمزه ده مواليد 2001 واحمد طارق سليمان واحمد طارق سليمان من المتميزين جدا, يعني في اربع خمس يعني ان شاء الله حراس مرمى, فما نخافش على مستقبل النادي الاهلي. لا لا خالص بالعكس بالعكس. طيب حضرتك الان من مباراه الوداد بص يعني انت الوداد والرجاء زي الاهلي والزمالك يعني في المغرب, لكن هم عندهم ظروف اصعب من عندنا. يعني هو توقف الدوري عندهم اكتر من مره عشان بتحصل موجات عندهم للكورونا وحاجات زي كده, ولكن يعني تعودنا في النادي الاهلي لما يبقى في استنفار وفي تركيز ده بيحصل فورا, وده اللي مطمني انه هيحصل استنفار وتركيز. وانت عارف بقى الدنيا بتبقى عامله ازاي في المعسكر والتمرين ورايحين على حاجه, الدنيا بتتشد بتبقى لما الدنيا بتتشد خلاص ما تقلقش ما تقلقش عني. فانا ان شاء الله انا متاكد ان النادي الاهلي هيعمل مباراه كويسه في قبل النهائي والنهائي, وان شاء الله بقى لنا فتره طويله ما رحناش كاس العالم للانديه, ان شاء الله الجيل ده يكون ليه نصيب, لان احنا رحنا انا ناس شخصيا رحت اربع مرات يعني كاس عالم للانديه. طبعا فان شاء الله الجيل دوت يبقى ليه نصيب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عصرت مدربين كتار جدا زي ما كنت بتحكي في الاول, يعني استهلت كلامك بكده, سواء اجانب مصريين. رايك ايه في ريني فايلر في الموسم ده مع الاهلي؟ ريني فايلر ابتدى كويس جدا, عنده شخصية, يعني أنا كنت حاسس إن هو مسيطر على أوضة اللبس, وده طبعا مهم جدا جدا بالنسبة لنا في شغلتنا, يعني إن أوضة اللبس تبقى هادية ومفيهاش مشاكل. بعد فترة الكورونا معرفش حسيت شوية إن أوضة اللبس بقى فيها مشكلة أو مشكلتين, فقلقت شوية. هو بقى مركز مش مركز, عايز يقعد عايز يمشي, دي بتعمل للمدرب ديستورشن يعني شوشره. فالشوشره دي يعني واضحه شويه في اداء النادي الاهلي, لكن هو كمدرب طبعا مدرب هايل, وكان بادي بدايه عظيمه جدا, عنده طرق لعب كويسه, عنده فكر اثناء المباراه كويس, بيغير روتيشن كويس, وما بيخافش, عنده جرأة كويسه في تبديل اللاعبين, ما عندوش مشكله خالص, واللعيبه كلها حست ان ممكن اي حد فيهم يلعب وممكن اي حد فيهم يقعد, ودي حاجه مهمه. معرفش بقى هو قاعد هو ماشي, مش واضحه المساله, لكن لا ده طبعا ده قرار النادي الاهلي, وانت زي ما قلت احنا مستنيين وما بنقولش الا لما يحصل بالظبط, يحصل قرار وبينزل على النادي الاهلي في متحدي رسمي بيقول الكلام ده, واحنا ورا نادينا في كل الاحوال. نرجع بقى للدوري, وحضرتك قلت يمكن في فتره من الفترات كان سموحه شويه نتائج لعدم توفيق, يعني بتادوا بشكل جيد جدا مع كابتن حماده. طبعا كابتن حماده اتشرفت ان انا اكون معاه, ومدرب كبير يعني, ومن الناس اللي اخلاقيات مش عايز اقول لك, وامكانيات فنيه وكل حاجه حلوه يعني. يعني بس يعني كان حظ وحش في بعض المباريات, بتادوا بشكل كويس النتائج سيئه, لكن مع الكابتن احمد سامي ما شاء الله يعني ثلاثه فوز وعاملين شكل جيد جدا. انت دلوقتي في المركز الخامس, يعني ثلاثه فوز واثنين تعادل, يعني عاملين 11 نقطه, منهم واحد مع الزمالك يعني, منهم واحد مع طبعا فريق الزمالك, وكان كان مهم جدا, مباراه مهمه جدا يعني. طموحات سموحه السنه دي ايه؟ وحضرتك كنت بتتكلم على المهندس فرج عامر ان اكيد كمان ما بتفرق يعني التفكير في الموسم ده وكمان الموسم الجاي ان شاء الله. كمان عايز اقول لك عن احمد سامي, مشروع كبير مدرب شاطر صغر سنه, لانه عنده فكر عراقي جدا وعالي جدا, و يعني بيشتغل زي مثلا اشتغلت مع اجيري وكوبر ومانويل جوزيه ونبيل معلول, مدربين كبار جدا جدا. انا من يومين في المحاضره قلت له خلاص انا ما بقتش هتفاجئ من اللي انا بشوفه منك, لانه هو منظم في شغله, بيحب الفوز, بيعتمد يعني على الهجوم. مش اصل انت عشان انا احب الفوز, لكن انا لازم اعمل الحاجات اللي هتخلينا نفوز. ايه الفرق؟ هو بقى بيعمل الحاجات, الخطوات اللي ما قبل الاستعداد للمباراه. عنده رؤيه كويسه, عنده عين كويسه, عنده تدريبات كويسه تخليكي تعمل لك حلول في المباراه,
كمان مع الكابتن احمد حموده. احمد حموده حبيبي طبعا هو لعيب مميز من الناس اللعيبه بتاعتنا، بس في سموحه مش عارفين ان هو لعب كل المنتخبات ناشئين وشباب واولمبي طبعا والافري الاول عشان هو بس احمد برضو من النوع اللي هو مالوش بيختفي شويه ولكن من هو الناس طبعاً اللي انا كويس في دجلة. يعني حبيته فتره قليله جدا ومن الناس اللي داعم جدا للكابتن احمد سامي. كمان خميس جعفر برضو من الناس اللي لعبت جهاز يعني بالتوفيق معنا طبعا. معد بدني كمان انجليزي اسمه مستر ويلي من الناس الكويسه جدا. زائد كل ده بقى يعني مهندس فرج عامر يعني كل الحاجات اللي انت تقولها كمدرب او احتياجاتك في التو واللحظه تكسب النهارده مكافئاتك تاني يوم تنزل. ودي حاجه مهمه انت عارف طبعا بالنسبه للاعيب الكوره تاني يوم وباكسترات يعني اكسترات يعني يعني تحفيز في يعني في تحفيز تحفيز بشكل غير عادي. هو راقي جدا وفاهم جدا بيعرف ازاي يعني يبص على المدرب ويبص على الجهاز ويبص على اللعيبه. فبصراحه مريحنا جدا جدا جدا. انا طبعا مني انا بشكل شخصي قدرني جدا واحترمني جدا وعلاقتي بيه احس انه اخويا وفعلا انا مشاعري ما بتبانش. طب قول الو لاخوك. الو ايه يا كابتن احمد منور. والله العظيم يعني مش عارف انا لسه كنت بقول يعني كلام يا رب ما تكونش سمعت. بيقول شعر كابتن يا باشمهندس كالعاده تحت امر سيادتك. هو بيقول شعر كالعاده في حضرتك. ده كابتن احمد نجي ده طبعا حبيب الكل ويعني راجل شخصيه جميله جدا وانسان رائع وهو مش يعني هو مش مدرب قدير وبس. لا ده انسان وشاعر صحيح ويعني واخ عزيز وفنان وحاجه جميله فنان جدا فنان كبير جدا جدا. وبعدين ده حبيبي من زمان قوي يعني انا ربنا يخليك يا باشمهندس. طول عمري بحبه وطول عمري معجب بيه وطول ربنا عمري ربنا يخليك يا باشمهندس. شايف نجاحاته بتمنى له النجاح. وبعدين انا سعيد جدا ان هو موجود معانا في نادي سموحه يعني مشرفنا وعمل قيمه كبيره قوي. لا هو طبعا احنا بنبارك لك كمان على النتائج الاخيره باشمهندس وكابتن احمد سامي عامل دور اعتقد دور بيكمل كمان اللي عمله كابتن حماده طبعاً. ده مهم طبعاً جدا طبعاً. انه بيكملوا بعض ودخل الفرقه بسرعه وده باين على النتائج. واكيد كل دوت زي ما الكابتن احمد قال ده كل دوت بيبقى يعني منظومه واحده ودعم حضرتك المتواصل للجهاز الفني وجودك مع الفرقه والشكل الاداري المنظم ده اكيد كمان عامل مهم جدا من عوامل النجاح. اشكرك طبعا يا كابتن هاني طبعا على كلامك الجميل ده واحنا طبعا سعداء وزي ما حضرتك قلت ان الكابتن احمد بيكمل المجهود الكبير اللي بذله الكابتن حماده صدقي. صحيح. وهو حماده صدقي ده اخويا وصديقي العزيز وعشره عمر جدا راجل محترم قمه في الاحترام وقيمه فنيه كبيره قوي. والكابتن احمد راجل منظم ومجتهد وعنده طموح وشاب وقدر يتكلم مع اللاعبين بلغه قريبه منهم قوي فحمسهم واداهم دوافع جديده. والكابتن احمد ناجي طبعا ربنا يخليه ويبارك فيه يعمل كل مجهود والحمد لله الدنيا مشت ونتمنى تكون احسن واحسن واحسن باذن الله. يحسب لحضرتك انك راهنت على احمد سامي يا باشمهندس. والله انا ليا الشرف طبعا انا قدمت لانه نجح انا قدمت مدربين كتير ما شاء الله ينجح دلوقتي هم متخصص في المسائل دي الاولى ودايما انا براقب المدربين الشباب الصغيرين اللي طالعين وانا شايف ان في مجموعه مميزه منهم كتير قوي ودي في مصلحه الكره المصريه. واحمد سامي بالذات انا مراقبه من فتره ان هو لعبنا ثلاث مباريات وكسبنا في الثلاث مباريات وان هو راجل بيشتغل في هدوء وصمت وبتمنى له التوفيق والنجاح يا رب يا رب. احنا بنتمنى لكم التوفيق وطبعا برضو مش عارفه حضرتك سمعت ده ولا لا لانه احيانا في التليفون بيحصل الجاب ده بس كان كابتن احمد بيشيد بالنظام الاداري اللي حضرتك عامله ونظام التحفيز للعيبه والمكافئات اللي بتنزل تحفيزا ليهم وللجهاز الفني فده افتكر برضو بيساهم في حاله استقرار الفريق اكيد. طبعا الكلام ده ليه دور كبير قوي بس طبعا الاساس ان لازم الاداره الفنيه تلم اللعيبه حواليها وتوحد بينهم ويكون كل اللعيبه يعني فاهمه ان عندها دوافع جامده وفاهمه ان هي ليها رساله لازم تؤديها وتلعب ايد واحده لان انا مهما عملنا شغل اداري ومهما كان عندنا لعيبه لكن لو في حاله انقسام في الفريق او الفريق كله مش متجانس او الفريق مش مقتنع بالجهاز الفني او مش حاسس ان الجهاز الفني ده يفيده ويعني
عنده طموح مش هيكون عنده الطموح. اكيد اكيد يا باشمهندس. اكيد هم الاساس، هم الاساس طبعا. واكيد طبعا. والكابتن احمد ناجي كنا بنتكلم على مشروع سموحه نفسه، وان طبعا السنه دي طموحات سموحه ايه، هل فعلا في امل وفي طموح لتحقيق مركز كمان متقدم دلوقتي في المركز الخامس، ممكن جدا في طموح على المركز الرابع. انت عارف لا الرابع لا ده بعيد، الرابع صعب قوي. الاهم كمان قوتنا بدات متاخر بالظبط، لكن الخامس ده يعني هو ده الهدف بتاعنا. احنا نتمنى ان احنا نكسب كل الماتشات القادمه ونأدي اداء متميز جدا، ويبقى ده تحضير لنا للموسم القادم. واعتقد لو كسبنا المركز الخامس هيبقى من حقنا نلعب البطوله العربيه ان شاء الله. كذا مره نكون الخامس وكده وما لعبناش البطوله العربيه. لا مهم ان حضرتك كمان حاطط مع الجهاز الفني كمان، مش انت ما بتبصش على اربع اسابيع جايه او خمس اسابيع جايه، انت كمان في بروجكت وفي هدف السنه الجايه ان شاء الله، من خلال وجود كمان كابتن احمد ناجي طبعا. اكيد ليه كمان دور في الهاني سليمان وعنده مجموعه كمان، مجموعه مميزه من اللعيبه الصغيره كمان طبعا. ناس مميزه جدا يعني باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. هنقفل مع حضرتك طبعا بعد ما نشكرك جدا يا باشمهندس. لا العفو العفو. شكرا جزيلا ليك. تطمنا بقى على حراسه المرمى في فريق سموحه، وممكن نشوف منهم حد في المنتخب يعني. ولسه كنت النهارده بتكلم مع هاني، عمل اربع مباريات الهاني سليمان. حاجه يعني انا كنت بعيد عنه شويه طبعا، عارف ان هو حارس كبير وعارف ان هو متميز وكل حاجه، لكن لما قربت منه يعني بشتغل معاه، لا ده حارس كبير قوي قوي، عنده مميزات بتاعه حارس المنتخب، اللي هو اللعب تحت ضغوط، ده مهم جدا في حارس المرمى، اللعب تحت ظروف صعبه يقدر يعمل ده، زائد طبعا امكانياته الفنيه مش عايز اقول لك يعني. انا كان موجود معايا في اتحاد اسكندريه، انا انبهرت انبهرت بجد، حارس كبير. وان شاء الله احنا النهارده اتفقنا ان احنا الشغل دلوقتي على ان انت لازم يكون ليك مكان في المنتخب. وحتى وانا موجود في المنتخب كان بيبقى من ضمن الناس، انت كنت بتبقى قاعد على الترابيزه مظبوط، حتى كنت مصنفه هو فاكر انه احسن واحد بيعمل باص برجليه، واحسن واحد اللي كان بياخد فيه ميزات معينه. بس عايز اكلمك برضو، ويمكن هاني سمعنا دلوقتي، عالجت ازاي حته انه ساعات بيخرج نفسه شويه ويخرج في رجله؟ لا دلوقتي ما بيخرجش نفسه. لا ما انا بقول لك انت عملتها ازاي، انت عملتها ازاي معاه؟ كله الهاني. انا بقول لك مرنته في اتحاد السكندري. انا بص الكلمه الوحيده اللي قلتها له عشان الموضوع ده قلت له ايه؟ قلت له وانا في المنتخب بقيت استبعدك عشان انا مش هاخد كلاون. ده حقيقي، ده حقيقي حضرتك يعني فاهم. فانت لازم يكون شخصيه وصارم. وضربت له مثل باوليفر كان، انت عمرك شفت سنان اوليفر كان؟ ما بيضحكش حقيقي. فهو طبعا بس في ساعات انا شخصيا ببقى عايزه يهدي اللعب. طبيعي يعني في اوقات من المباراه بس بطريقه لازم يبقى فيه بس بشكل مشروع وبشكل ما ياخدش فيه انذارات وما ياخدش فيه حاجات بالزبط. لكن بجد بجد انا سعيد بيه، وسعيد ان هو يعني مركز جدا في التمرين وبيعشق التمرين طبعا. بلس عمر صلاح حارس مرمى المنتخب الاولمبي، احمد الشيخ ده من ضمن حراس النادي الاهلي كانوا تحت السن حسين تيمور ده بقى مشروع كده 19 سنه 20 سنه، حاجه حلوه ونفس جسم كويس حاجه جميله جدا، بس طبعا انا بطلب منه يصبر شويه عشان يعني ما هو مستعجل شويه. هو مين اللي اختار حضرتك في حراسه المرمى في البدايه خالص في النادي الاهلي يعني؟ لا في اول ما فكرت تلعب وتحترف. لا اول ما فكرت العب انا كنت بلعب في نادي غزل كفر الدوار. غزل كفر الدوار ده نادي كان احسن ملعبين كوره في مصر كلها. والله. هو والمحله. غزل المحله كان معروف. غزل المحله وغزل كفر الدوار. أيوه. طبعا في المدرسه الابتدائي والاعدادي انا جون المدرسه هنا وهنا. وطبعا بعد الحصه الاولى تزويغ، وعندنا ارض كده ورا المدرسه نط على الارض نقعد نلعب لحد ما الدنيا تليل ونروح يعني. وبعدين ومشاكل بقى الايام تضيع، احط مكانها عصايه لابويا عشان يحسس عليه يلاقي القلم ولا ما يلاقيهوش. بعد كده جاله النادي الاهلي زمان كانت بتكتب
المواعيد الاختبارات وحاجات زي اختبارات الناشئين ده، دي القصه دي قلتها فوق ال100,000 مره. قول لنا حاجه جديده بقى فيها. فهي فهي الصحابي بتوع كفر الدوار زاغوا مني عشان ما اروحش معاهم، عشان كان كان فيهم حارس مرمى. هم اللي هربوا لوحدهم يعني، بس امي عرفت الله يرحمها فقالت لي لازم تروح. بس انا الوحيد اللي مقيد في نادي، يعني انا بلعب 16 و18 و20 واحتياطي الفريق الاول. غزل كفر الدوار كان درجه ثانيه يعني ممتاز به. فجابت لي لبس جديد وبتاعه وقالت لي لازم تسافر. طب قالت لي اركب في اخر عربيه في القطر، القطر اللي كان اللي بيشاور له يقف ده زمان. فجينا الملعب كان فيه رحمه الله عليه كابتن عوضين والشيخ طه ربنا يديله الصحه، وكان الكابتن محمود جاي من لندن عامل غضروف. فاكر انت الغضروف زمان ده كان الغضروف لازم يسافر حكايه بقى. طبعا. وبيلعب في التقسيم، انا بلعب، انا مجون، انا جون الفريق الاول في كفر الدوار وانا عندي 16 سنه، فبلعب عادي جدا مش خايف يعني ما فيش رهبه. اتقابلنا بقى على باب النادي كلنا، فخلاص بقى ايه شافوك خش معانا، خش معانا بقى فجابني الشيخ طه ربنا يديله الصحه. ربنا طبعا كل مره بقول يعني استاذي وصاحب الفضل عليا، يعني قال لي احنا هنكدب، انا ما بكدبش، بس احنا هنقول هنكدب كدبه بيضة، هنقول لهم انت ليك قرايب في القاهره عشان كده احنا هنختارك. طبعا اختاروني من اول ما كان في الحن بتاع الاولمبي، فاكره الاولمبي طبعا. فالشيخ طه جمعنا كلنا بتوع كفر الدوار وقال يعني كلكم لعيبه كويسه، وفعلا كان هم فيهم لعيبه كويسه، بس احنا هناخد احمد عشان موجود هنا في القاهرة، ليه قرايب في القاهرة. فالحن قال له والله العظيم ما ليه قرايب في القاهرة، والمصحف ما ليه طبعا لازم يقول ايوه طبعا عايز يخلص عليك وبس. بقى راحوا بقى جابوا الاستغناء عم عبد البقال من غزل كفر الدوار، كان ليها قصة برضه، ساب لهم شوية فلوس ومشي من غير ما ياخد الاستغناء، رجع لقاهم صرفوه قال لهم هاتوا الاستغناء. فبيخطط بقى عم عبد الله يرحمه. حلو الحكايه دي، مشوار بس كنت عايز تلعب حاجه تانية غير حاجه؟ لا عمري، لا عمرك صح، عمرك ما فكرت في حاجه تانية زي حتى مش عارف امسك ادرب فرقه؟ عمري ما كان حلم لي ان ادرب فرقه اصلا، عمري ادرب حراس المرمى، ما عنديش في اي حاجه تانية غير حراس المرمى. بعد الفاصل بقى حوار مختلف وحب اخر في الشعر وفي الغناء وفي كتابه الدواوين مع الكابتن الكبير احمد ناجي البيت الكبير. كابتن احمد ناجي اي حد يتكلم عليه اللي بيشجعوا كوره في مصر، وانا راجل بقالي 60 سنه بشجع كوره، علامه من علامات اللي سجلها التاريخ في مصر بالنسبه لحراسه المرمى وتدريب حراسه المرمى وبالذات التدريب بالذات كمان. كابتن احمد ناجي ما حدش هيقدر ينكر ولا يقول ولا وما يقولش ان احمد ناجي من اكتر واحسن الناس اللي دربوا حراس المرمى على مستوى منتخب مصر. هذا الرجل اي واحد مشجع كوره في مصر، اهلي زمالك اي اتجاه، لازم يقول ان الكابتن احمد ناجي علامه من العلامات البارزه في تاريخ الكره المصريه. مدرب حراس المرمى بتقيسه بحراس المرمى اللي بيطلعوا، يعني كابتن عصام الحضري يعني شوف قعد مده قد ايه، برده كان خارج من كابتن احمد ناجي، وبعدين كان برده هو بيدرب شريف اكرامي، وكان بيدرب محمد الشناوي اللي هو دلوقتي الحارس الاول لمصر، هو اللي كان بيدربه في الاول، وهو اللي اسسه في الاول، ولما رجع دلوقتي وكده، والفتره اللي مسك فيها في المنتخب برضو احمد ناجي، يعني كابتن احمد ناجي علامه من علامات تدريب حراس المرمى لا شك. يعني راجل كفايه انه محقق بطولات مع النادي الاهلي وبطولات مع منتخب مصر، ويعني اللي عايز اقوله له ان ربنا يوفقه ويديله زياده وزياده. بقول له ويل دان، انت راجل عملت شغل حلو قوي زمان، وربنا يوفقك وتستمر في الانجاز اللي بتعمله. يعني حراس مرمى الاهلي كان الشبكه بتاعتهم نظيفه بفضل مجهودك وخبرتك، فبنتمنى لك التوفيق يعني دائما ان شاء الله. كابتن احمد ناجي طبعا هو شاعر كبير كمان، يعني مش بس
حارس مرمى كبير. وكمان انا عارف طبعا هو اللي عمل عصام الحضري، يعني عصام الحضري واحد من انجازاته الضخمه جدا، بتمنى له التوفيق في حياته وان شاء الله دايما يا رب من توفيق لتوفيق ومن احسن لاحسن. يعني احب اقول للكابتن احمد ناجي هو فوق ده كله راجل شاعر وراجل مثقف، ثقافه عاليه جدا، وكان له دور كبير جدا مع حراس النادي الاهلي من فتره طويله، وهو حارس كمان برضه انا فاكره وهو حارس. نقول له متشكرين جدا على اللي انت عملته مع النادي الاهلي، ونتمنى منك المزيد، ونتمنى لك النجاح في كل مجال اللي انت تختاره وتكون موجود فيه. والله هو كابتن احمد ناجي هو كان بدا بدايه من نادي الترسانه اساسا، وكان الواحد بيستمتع بادائه، بعدين لما انضم للنادي الاهلي كان له دور بارز سواء مع بقى عصام الحضري، وكان برضه في وقت اكرامي وثابت البطل، فهو وكان له دور برضه في منتخب مصر، فله دور كبير جدا معروف على مدار السنوات السابقه. يعني الحقيقه كابتن احمد ناجي من حراس المرمى المتميزين، قدم كتير للنادي الاهلي وكان مثال للانضباط، ويعني شال النادي الاهلي في فتره طويله واستكمل دوره كمدرب، وكان ليه دور كبير في تدريب النادي الاهلي، وقدم حراس مرمى على مستوى العالي، وكان ليه دور مؤثر جدا برضه في المنتخب مع كوبر وغيره من المدربين. هو الحقيقه تاريخ كبير يعني. اقول له ربنا يوفقك، وبنشكرك على كل اللي عملته، وربنا يكتب لك كل خير ان شاء الله. مشوار طويل للكابتن احمد ناجي، وان شاء الله لسه المشوار مستمر كابتن احمد ان شاء الله على مستوى المحلي، وان شاء الله كمان على المستوى الدولي. ولو اتكلمنا على المستوى الدولي عايزه بس قبل ما تدخل في المستوى الدولي بس فضل. عايزه اتكلم عن حاله التاثر اللي في عينين كابتن احمد، وانت يعني بتسمع الكلام تقول انا عايزه اعيط يعني. ليه يا كابتن؟ اول مره تسمع الكلام ده عنك؟ لا لا، ما دايما مرة. الواحد دايما الانسان يعني اللي هو كلمه انسان دي كلمه كبيره جدا. بيفضل لحد ما يموت يبقى سعيد بحب الناس. بس حضرتك اكيد عارف الناس. قدرك في قلوب الحمد الناس لله. الحمد لله. لكن أكيد. برضو كل ما تسمعي حد بيثني عليكي هو ده الوقود بتاع الحياه كلها. ده الدوافع، ده دوافع. لا طبعا احنا لازم نستفيد من الكابتن احمد ناجي على جميع المستويات. طبعا هتتكلمي في الشعر وكل ده جاي، ما تقلقيش. لكن خلينا نشوف برضو رؤيتك كابتن على لو اتكلمنا من الناحيه الدوليه. كابتن حسام البدري والمنتخب داخل على مرحله مهمه جدا، مشوار في تصفيات افريقيا وعلى مشوار كاس العالم. رؤيتك انت لحراس المرمى في مصر عامه، يعني نخلي الشناوي اكيد الشناوي رقم واحد، لكن انا هقول لك حاجه، انا 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 مشفق جدا على كابتن حسام. طبعا احنا عندنا لعيبه محترفين في الخارج مش هيتعدوا السبعه ثمانيه، مفيش خلاص كتير يعني بالكتير، والباقي هيبقى اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المحلي. 90% من لعيبتنا هتكون اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المحلي دي، يعني انا عايز اقول كلمه بس مش هينفع تتقال في التلفزيون، يعني خلصوا كل يومين ماتش، كل يومين ماتش، وعنده ماتش دولي بصراحه. الموضوع صعب طبعا، مش صعب جدا جدا جدا. يمكن الحاجه الوحيده اللي انا من حتى من 10 15 سنه بقول عليها ان هي من اميز الخطوط في منتخب مصر هي حراسه المرمى. في 7 8 9 10 حراس يقدروا يلعبوا بمنتهى الاريحيه في منتهى الاريحيه. طبعا جدا. يعني لو حطينا اول اربع اسامي للشناوي، يعني انا يعني نادي الزمالك فيه على الاقل حارسين، ابو جبل وجنش، والاهلي الشناوي، وفي المهدي، في الهاني سليمان، في بسام محمد بسام بتاع طلائع الجيش، في عامر عماد السيد برضو، واحمد يحيى كويس، عامر واحمد يحيى دول في نادي واحد، عماد السيد في الاتحاد، لا 9 10 يعني. وفي تاني، وفي محمود جاد، ده حاجه مبشره جدا في انبي، حاجه قويه جدا، شخصيه مرعبه يعني.
الواد بيلعب النهارده ماتش 25 ولا حاجه وكانه بيلعب بقاله 10 سنين يعني حاجه انا بستمتع بيه بستمتع بثباته بستمتع بامكانياته الفنيه من الناس الكويسه قوي يعني تمام مش قلقان عبد الرحمن هو اللي خلاك تبطل شعر لما كنت بتحكي لي عبد الرحمن ده ابن حبيبي مين اللي خلاك تبطل عبد الرحمن ولا لا عبد الرحمن بيكتب كمان والله بيكتب حلو قوي والله حضرتك يعني. قلت لي يوم ولاده ويوم ولاده مين ولادة بطلت حسني بطلت الغنى والله حسني الكبير تمام عبد الرحمن معانا على التليفون مساء الخير عبد الرحمن كبدي مساء الخير عليكم كلكم ولدي كبدي منورنا في البيت الكبير وقناه النادي الاهلي وطبعا معانا النجم الكبير الكابتن احمد ناجي واحكي لنا بقى كده كواليس الكابتن احمد ناجي انا عارف كواليس اللي بعد العشاء في المعسكر انا عارف كنا بنعمل ايه والشعر اللي بيقوله وساعات بيطلع بحاجات يعني انا كنت بفاجئ بيها قول لنا بيعمل الكلام ده في البيت ويعني الكابتن احمد ناجي بقى كاب يعني بالنسبه نطلع بره الكوره شويه اولا قبل ما اتكلم بس على كابتن احمد ناجي انا عايز اهنيكوا على شكل القناه الجديد طبعا شكرا واهنيكوا انتوا الاثنين تحديدا على البرنامج ده كنا محتاجين برنامج عميق كده بيتكلم في بقيه المجالات مش بس الكوره ومش بس الاخبار المحليه لا انا بيعجبني جدا فقره عمرو بنوبي وبيعجبني كل الفقرات اللي بتعملوها حاجه كويسه متابع جيد كويس. ما شاء الله عبد الرحمن ليه دور في النادي الاهلي وفي اللجنه العليا وعنده مقترحات والكابتن بيحبه جدا كابتن محمود ما شاء الله كلمني عن باباك بقى يا عبد الرحمن انت في البيت طبعا بيتكلم في الكوره اكتر ولا بيتكلم في الشعر بيشعر اكتر لا احنا البيت عندنا فيه ثقافات كتير جدا يعني ثقافه رياضيه وفي ثقافه فنيه ويمكن كلنا متاثرين بالثقافتين في تاثر شديد جدا بالرياضه واضح ولعب رياضه قبل كده حلو جدا وفي كمان تاثر كبير جدا بالناحيه الثقافيه في البيت سواء شعر او وانت كمان بتكتب انت كده لما تقعد جنب حد يعني فاهم تاخد منه حته كده ما بالك بقى ده ابويا يعني اكيد هاخد منه حته بتغني صوتك طالع حلو برضو زي لا لا بابا. لا اوعى تغني ليه اروح اقوم امشي اكذب احسن اكذب احسن على فكره الصوت الحلو ده امينه هي اللي بتغني حلو الصوت الحلو ده بيبقى وراثة ساعات امينه بتغني حلوه والله بس انت وحسني لا 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 يعني انا بحب اسمع مزيكا جدا طبعا بس عمري ما جربتش اصلا ما فيش الكلام ده يعني ايه ما جربتش تمام اكيد جربت وحد قال لك ما تغنيش والله ما جربتش احمد اللي قال لك لا ما جربتش فعلا يعني طب قول لنا برضو قول لنا دورك برضو كابتن بيقول انت ليك دور في النادي الاهلي ومن ضمن يعني الناس اللي بتقدم وليها رؤيه مستقبليه وانت عارف النادي الاهلي في الفترات الاخيره بنمر بعمليه بيعتمدوا على الشباب جدا وانت عضو اللجنه العليا والنادي الاهلي خلاص بيعتمد على الشباب وبيعتمد انه كمان كابتن الخطيب كان بيقول احنا بنعمل تطوير في المباني لكن كمان تطوير على مستوى الشباب وعلى مستوى ولادنا اللي عندهم خبرات ونستفيد بيها في الفتره اللي جايه. كابتن هاني يمكن الفتره اللي فاتت دي كلها كان في اعداد لكوادر جديده جوه النادي الاهلي منهم ناس ما شاء الله وصلوا لوظائف مهمه في النادي وبقوا كوادر اداريه مهمه. ويمكن الفترة اللي فاتت كمان كان الكابتن مهتم جدا بحتة ان احنا نشتغل في مجالات كتير يعني ما نبقاش الشباب متواجد بس في الحتة الإدارية او متواجد بس في الحتة الفنية لا بقى في كمان دور للتوعية للشباب جوه النادي الأهلي حلو قوي دي حاجة الحاجة التانية ان احنا تربينا في النادي الأهلي على بعض الثقافات المعينة يمكن انا متأثر بيها من البيت كمان ان انا تربيت في بيت البيت كان جوه النادي يعتبر لسه كابتن احمد بيقول لي انت وانت عندك شهر في جوه النادي الاهلي وانت عندك شهر شهرين انا تقريبا عشت يعني بابا 23 سنه جوه النادي الاهلي صحيح ال 23 سنه اللي جوه النادي الاهلي دي احنا اتربينا نفس التربيه يعني انا اتحداك ان بابا يعرف هو كان بيقبض كام داخل النادي الاهلي ليه؟ لان هو ملوش عقد اصلا اتعودنا ما تقولش عشان تضيع لا والله بجد احنا اتعودنا على مدار الحياه جوه النادي الاهلي ان الكلمه دي شيء قيم جدا وليه قيمه عاليه جدا فده متعلمه من قبل لما اشتغل في النادي الاهلي فاوريدي احنا اتربينا على قيمه الكلمه جوه النادي صحيح بالظبط نفس الكلام برضو كلمه ان انت مخلص للمكان مخلص للنادي هي نفس الفكره انت مخلص للبيت ومخلص للنادي لان التربيه المبادئ بتاعت النادي الاهلي كتير بنتخانق احنا عشناها جوه النادي وفي البيت فاوريدي ما اتاثرت بيها في كل حاجه بس بيقول بتختلفوا وبتتخانقوا كابتن احمد حتى الخلافات اللي بتحصل حتى الكلام ده بيحصل بشكل راقي جدا يعني بيحصل برضه بمبادئ النادي الاهلي متربي احنا جوه النادي الاهلي
مش بس لما نيجي نشتغل، حتى الصداقات اللي بتتكون جوه النادي الاهلي مبنيه على مبدا التحضر. احنا في تحضر ان الخلاف لا يفسد للود قضيه، يعني يفسد يا كابتن يفسد، لا يفسد اساس فساد القضيه الاختلاف في الراي. النادي مستحيل يفسد، لان في النادي الاهلي انت لا لا انا بتكلم بشكل عام، بتكلم بشكل عام مش بتكلم عن نادينا، بتكلم بشكل عام يا عبد الرحمن. لا عبد الرحمن هو الفكره نفسها ان وكنا بنتكلم في الملف دوت، والكابتن احمد ناجي كان بنتكلم في الملف، مهما كانت التحديات اللي بتواجه النادي الاهلي مش على مستوى الاداره بس، حتى وانت بشغلك ممكن في تحديات معينه في الفتره الاخيره بيواجهها النادي الاهلي. هي فكره ان انت بيتقفل عليك باب المكتب او باب الاجتماع او باب اوضه اللبس، هي نفس الفكره في اجتماعاتنا في اللجنه العليا. بالظبط انا بتكلم حتى مفيش حاجه تطلع، مالي مفيش حاجه تطلع، هم في اللجنه العليا مثلا هي نفس الفكره، ليهم دور كبير جدا في النادي، لكن ما انا شخصيا عمري ما عرفت حاجه حصلت في اجتماع من اجتماعاته. وانا عمري مثلا كان يبقى الاجتماع ساعات في البيت، ما ينفعش اسمع حاجه، ما ينفعش على درايه باي شيء، لان طريقه النادي الاهلي اللي جوه دي مبادئ وسياسه خلاص، يعني على مر العصور يعني. بالظبط هي فكره النادي الاهلي المبدا نفسه واحد على كل الادارات، كل صحيح. الفرق الرياضيه كل حاجه هي متبعه نفس المبدا. صحيح مبدا المبادئ النادي الاهلي مش مبدا واحد، يعني طبعا هنبادئ كتير جدا، بس مبدا الثقه ومبدا ان انت تبقى المكان اللي الفرصه. بالظبط الفرصه برضو فكره التكاتف جوه النادي الاهلي، ففي وقت كتير جدا اوقات كتير جدا جوه النادي الاهلي كان الناس اللي موجوده في النادي الاهلي ما هياش احسن ناس، بس هي اكتر ناس مخلصه واكتر ناس اللي عندها كله واكتر ناس عندها استعداد تضحي عشان خاطر النادي الاهلي. هي دي الفكره، اللي بيكمل في النادي الاهلي مش شرط يكون احسن واحد، لكن هو شرط يكون اكتر واحد مخلص للمكان واكتر واحد عنده استعداد يضحي عشان المكان ده. ده في كل المجالات، مش بس في الفرق الرياضيه، مش بس في الاجهزه الرياضيه، لا حتى الاماكن الاداريه في النادي الاهلي. يعني انت بدون ذكر اسماء باي حد، على مدار تاريخ النادي الاهلي عمرك سمعت من مدير تنفيذي للنادي الاهلي او عضو مجلس اداره في النادي الاهلي قال لفظ خارج او قال كلمه مش مناسبه او قال حاجه ما تتناسبش مع ده؟ احنا بننتقد ان احنا ما بنردش في كل وقت وما بتهاجمش في كل وقت وما ودايما انا يعني دايما يا عبد الرحمن بقول لازم نخلي، ودايما ده هنخلي زي الكابتن، يعني الكابتن ما اعرفش ان انا قلت كلمه النادي الاهلي في حته تانية، موضوع حته تانية ديت لازم يعني احنا مختلفين الحمد لله، مش مختلفين ان احنا بنعمل حاجه مختلفه، احنا بنعمل الصح وبنعمل حاجه احنا مقتنعين بيها ومتربيين عليها، فهي ده اللي هنمشي عليه، وهو ده السكه اللي دايما النادي الاهلي ماشي عليه، وما فيش حد هيقدر يجرنا لسكه مش بتاعتنا. صح. بس هو ده اللي عامل قيمه للنادي، على قيمه النادي الاهلي في مبادئه، ودي المبدا اللي بيخليك انت تخاف تغلط قدام الناس لان انت منتمي للنادي الاهلي. على فكره انا حتى في شغلي بره النادي بخاف اغلط لاني منتمي للنادي الاهلي، فما ينفعش الناس تشوفني في وضع مش مناسب، ما ينفعش الناس تشوفني هو كشخص كشخص طبعا كشخص يعني. بالظبط هي دي الفكره الحقيقيه، ان انتمى للنادي الاهلي انت ليه الناس، ليه الناس خرجت من النادي الاهلي كتير جدا ومش واحد او اثنين، ده اي حد كان خارج وهو احسن لعيب في مصر بس عمل حاجه خارجه بره النادي مش شرط في الملعب كانت سبب في ان هو يخرج بره النادي الاهلي. ده ليه حقيقي. في انديه ثانيه بتلم الناس دي تلعبها عندهم وتنجوم. ده حقيقي. ده حقيقي. احنا الفرق بيننا وبين غيرنا ان احنا عندنا قيمة المكان أهم بكتير جدا من المواهب اللي فيه، قيمة المكان تخلي أحسن حارس في مصر وأحسن حارس في أفريقيا ممكن يمشي لغلط عادي جدا، أحسن لعيب في مصر وأحسن لعيب في أفريقيا ممكن يخرج بره النادي لباب صغير جدا. صحيح. إن هو نحسن قيمة المكان، ما اداش المكان ده حقه. صحيح. نفس الكلام ده ينطبق على أصغر واحد في النادي الأهلي، العامل اللي في النادي الأهلي ده لو مش حاسس بقيمة المكان ما هو في الآخر هيبقى زيه زي أي عامل تاني، ممكن يكذب، ممكن يسرق، ممكن يغلط. هي دي الفكره، العمال اللي في النادي الاهلي من ايام ما انت كنت بتلعب كابتن هاني ومن ايام ما كان بابا بيلعب، انا عم حارس ده شفته وانا عندي 6 سنين. أيوة. شفته لحد دلوقتي، شفت عم حارس الله يرحمه وشفت ابنه في النادي. عم حارس الناس دي ليه احنا شفناهم وهم صغيرين وشفناهم وهم كبار؟ لان دول الناس اللي بتستمر في النادي الاهلي، عم حارس ده عنده انتماء اكتر من لعيبه كتير جدا بتلعب في انديه ثانيه. صح مظبوط. مخلص يا عبد الرحمن، مخلص. وانت كمان يا عبد الرحمن كمان انت يعني من طون صوتك ومن طريقه كلامك عندك شخصيه النادي الاهلي، واضح انك متربي جوه النادي الاهلي زي ما الكابتن احمد قال، ودي الكوادر اللي مستنيينها من النادي الاهلي، وده اللي احنا عايزينه، وده لازم يعني نمسك
في بايديننا واسناننا زي ما بيقولوا، ان احنا رغم التحديات لكن عندنا كوادر زي عبد الرحمن، عندنا فيه. عندنا ناس كتيره جدا جدا عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه كيان النادي الاهلي. عبد الرحمن بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا في البيت الكبير في البيت الكبير. شكرا جزيلا. شكرا ليك عبد الرحمن. اخر فاصل في البيت الكبير، وبعد الفاصل لسه مكملين مع كابتن احمد نيجي. اتفضل. آسف يا صاحبي ما جيتش في معادي، ده حال الدنيا يا صاحبي، جايز مشغول ومش فاضي. أنا كان نفسي أكون جنبك وعني تكون كده راضي، وأوعى تقولي خاب أملك وإن كلامي ليك عادي. مفيش أعذار بين الإخوات، أنا اتغيرت دلوقتي عن الماضي، عندي عيال وام عيال، ومش دايما يكون الحال فل وعال، لكن يا صاحبي انا دايما على عهدي في سيرتك كل يوم بالخير، وبتمنى يكون ردي على زعلك مجال تقدير، ولكن لو هتعذرني هكون مبسوط. ما هو انت لسه وحداني ومش مربوط، هقول لك حاجه يا صاحبي، ما تيجي انت وبس سامحني يا صاحبي، مانيش عارف يكون امتى، ما تزعلش هيجي يوم ونتقابل، في دنيا ولا في اخرة انا قابل، هشوفك لما تتغير كده الاحوال، واحس اني كمان شاعر براحة بال، في ليلة ايه في ساعة كام، مانيش عارف يا صاحبي سلام، ده حتى البرد مدهمني وعندي زكام. يا حبيبي اسف يا صاحبي. حلو قوي جايه بس لونك حزين كده ليه يا مسواي؟ لانه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لونك حزين، محدش فاضي لحد ولا حد بيقابل حد ولا حد بيهتم بحد، كله عايش. ما هي عشان كده انا قلت جايه على كيو فعلا. ان هي فعلا ده حتى كمان بيقول له مش هقابلك في الدنيا او في الاخره، مش عارف تشرح وضعنا. لا حاجه محترمه جدا يا كابتن. كابتن احمد مشرفنا جدا جدا في بيتك. الله يخليك. ده اول حاجه. تاني حاجه ان احنا بنفكركم في اول الحلقه كنا بنلفت نظركم انه رافكو العقاريه دي شركه كبيره كانت بتحتفل بانضمامها للكيان، كيان النادي الاهلي، فعلشان كده هي عملت مسابقه. المسابقه ديت كانت عباره عن اكتر حد عمل شير او عمل ريتويت على صفحتها هو اللي هيكسب معانا اجهزه. يمكن احنا يعني يمكن ذكرناها حتى في الاول، بس الاول احنا هنطلع على الشاشه صفحه رافكو العقاريه علشان نختار منها اكتر حد عمل شير للبوست اللي هم منزلينه دوت، شير ويكسب مع رافكو العقاريه وطبعا النادي الاهلي. فاكتر اكتر حد عمل شير هو اللي هيكسب بلاي ستيشن 4. فهنعمل دلوقتي المسابقه دي مع حضراتكم على الهوا زي ما انتم شايفين كده، وكابتن احمد نيجي هو اللي هيختار ثلاث اسماء. هو كل ده شير محمود حسن، يعني هو ما شاء الله ده. اعتقد ده اكتر واحد عامل شير، كل ده محمود حسن ده مصمم يكسب، فهو يكسب يعني. يبقى محمود حسن كي ده فائز ببلاي ستيشن 4، دي الجائزه الاولى. محمود حسن انا حد كتب لي على الصفحه كسبني وكده، مش عارف هو محمود حسن ولا لا، واكيد هو لان هو اكيد مصمم يعني مهتم. طيب تاني مشترك معانا او مشتركه، كل ده لسه ده كل ده محمود اكتر شير كان مصمم يعني. المسابقه دي يا جماعه بتعتمد على الشير أكتر يعني اكتر ناس. طيب بسمة ظهرت اهي كابتن. هو ما فيش غير بسمة ومحمود حسن، ده عاملين شير كتير قوي اعتقد. بسمة كمان دلوقتي هي كل ده محمود، لسه محمود متفوق الحقيقة. هو عايزين واحد ولا اتنين؟ اتنين. يبقى بسمة بقى هي اللي ورا، تلاتة كمان او اتنين. يبقى اعتقد بسمة، هو كان اسمها بسمة ايه، بسمة جلال اعتقد. بسمة جلال
بسمة جلال ومحمود حسن. مبروك بسمة جلال ومحمود حسن. اكتر وهنختار كمان واحد اكتر حد عمل ريتويت على تويتر. دلوقتي هتطلع برضو على الشاشه، هتطلعوا لنا على الشاشه. طب يلا ده على تويتر اول حاجه عمل ريتويت. اول حاجه على كان على الفيسبوك، دلوقتي على تويتر كمان اهو. هنختار متسابق واحد بس يا جماعه، اكتر كمان حد عمل ريتويت. كابتن احمد حضرتك ممكن تشاركنا، تشارك الفائز يعني، تشاركنا من الفائز حضرتك. بمجرد ما بتعمل ستوب احنا هنوقف عنده وهنختار. ستوب كرم متولي مطاوع. كرم مطاوع. كرم مطاوع. مبروك لمحمود، مبروك لبسمة، مبروك لكرم، ألف ألف مبروك. بلاي ستيشن 4 مقدمة من رافكو العقارية. أكتر ناس عملت شير للبوست ده سواء على فيسبوك أو تويتر هي ديت الناس أو الثلاث مشتركين دول اللي كسبوا معانا النهاردة. إحنا وشك حلو عليهم طبعا كابتن أحمد، إحنا بنشكرك جدا جدا. أنا طبعا عايز أقول لكم حاجة قبل ما تختمي، انه يعني انا سعيد جدا بوجودي معاكم، وسعيد جدا هاني كان وحشني جدا جدا جدا. هاجي لك اسكندريه بقى ضروري. يلا هات هالو تعالى ان شاء الله. فسعدت معاكم جدا سهام طبعا، يعني يعني القبول والوش يعني المريح على الشاشه، ربنا يكرمك. وشكل الاستوديو وشكل الحاجات الجديده الحلوه، بقول للنادي الاهلي مبروك، وده حاجه فعلا تليق بالنادي الاهلي. لا انت شرفتنا ونورتنا كابتن احمد بجد، وانا سعيد على المستوى الشخصي ان حضرتك نورتنا هنا، ومش غريب ده بيتك للبيت الكبير، وان شاء الله بانتصارات دايما ان شاء الله على المستوى المحلي مع سموحه. نتمنى لك كل التوفيق، بنتمنى التوفيق لكل الانديه المصريه، لكن طبعا ابن من ابناء النادي الاهلي لازم نكون في ظهره على طول، وانت تستحق ده يعني كابتن، اكيد تستحق الكلام ده يعني. واكتر كمان. شكرا ليك. دي كانت حلقه البيت الكبير النهارده، بكره ان شاء الله ميعادكم مع الاستوديو التحليلي، مباراه مهمه للاهلي والترسانه. نقابلكم يوم الخميس في حلقه الويك اند البيت الكبير. اتفضل.